قميص ومالي خلق. حنا في أكبر صالة تقريبا في شرق الرياض، واليوم بتستمتعون مدة تقريبا 18 يوم بأقل الأسعار. وش أنت مقدم يا أخويا ناس؟ اليوم راح تجي أنت وأخوياك تستمتع بألعاب كوفي وبمطعم بأسعار جنونية ما شفتوها، كأنها هدايا. يا سلام، تعالوا واستمتعوا. ترى هذه الأسعار أنا دخلت وعدلت لكم الأسعار عشان تستفيدون إلى 31 أغسطس، يعني معك من الآن إلى نهاية الشهر، أيام عادية أيام ويكند، لا تفوت هالأسعار اللي خصصت لك. اكتب بالإنجليزي ادريف، بيوصلك هنا مباشرة، هم بجانب وجهتك الأولى لاسم صعب في عالم الاتصالات في حي الرمال. لذلك توكلنا على الله. البلايستيشن، عطني أقل سعر عندكم. هذه لعبة الكبارية، ولو الوقت يسعفنا أدري أنك فنان فيها، لكن للأسف لعبة العظماء. البلايستيشن يا أخوان هذه من الساعة ب25 ريال إلى 15 ريال فقط. ساعة ب15 ريال فقط؟ أنت خويك. يا سلام، أنا أقسم على 2-7 ريال كل واحد. يا سلام، أقل الأسعار، استمتعوا يا جماعة. طبعا ما هو بيوم ولا يومين، لا لا، ولا 15 إلى نهاية الشهر. يا سلام، صارت أسيتو اللي هنا، عطني العرض القوي. هذه اللعبة يحبونها الكبار والصغار، تركب السيارة وتفحط وتعيش الواقعية بكل تفاصيلها. طبعا هذه الساعة ب45 ريال، أقوى عرض سويناها ب20 ريال، الآن ب15 ريال الساعة. تقدر تجيب طفلك خليه يلعب، أو أنت تلعب أنت وخوياك وتجلس على الجلسات الخارجية. طب اللعبة ممتعة جدا جدا جدا، فيه أكثر من 15 مكان، وفيه ايضا الحجم الكبير اللي هناك، سيارات، وكلها في خدمتكم. حنا وين؟ في دريف في حي الرمال، الله يحييك. يا سلام، اكتبوا بالانجليزي دريف في جوجل ماب. جلسات الفي اي بي وش يشملها؟ هذه للناس الفي اي بي، يشملها طاوله الجكارو، طاوله بلوت، بلاي ستيشن، بريك شاهي، كل هذا لمده ساعه ب35 ريال فقط. ب35 ريال تلعب بلاي ستيشن وتلعب ايضا بلوت وجكارو وبريك شاهي، يعني هنا عدد يلعب وهنا عدد يلعب والبلاي ستيشن شغال كله. يا سلام، يا سلام، ب35 ريال هذه الجلسات اللي عندهم الخاصة الفي اي بي في صالة دريف. المحترفين وين؟ يا سلام، لا ملعب البلاي ستيشن ملعبي. هذه تخصصي انا. طيب، هذه طال عمرك، الساعه كانت ب 25 ريال، البلياردو وطاولات رخام كلها امريكيه من اجود انواع الطاولات. يا سلام، صارت ب 15 ريال فقط الى نهايه شهر اغسطس في دريف في حي. يا سلام، هذه الاسعار هي خصصت لكم بالتحديد، طاوله طاولتين ثلاث والصاله كبيره جدا، 15 ريال فقط. الورق يا بركان، اللي يميزنا في دريف انه بيجيك 400 على طول، هذه واللي يميز اكثر ان الساعه ب 10 ريال فقط وانتم اربع، يعني لو تقطون فيها بكم؟ بريالين ونص. يا سلام، طبعا طاولات البلوت اللي هنا ب 10 ريال فقط. طاولات التنس اللي هنا، طبعا في صاله دريفت اكبر صاله تقريبا في شرق الرياض، الساعه بكم؟ ب 10 ريال فقط، تستمتع وتنبسط بالتنس ولازم تحديات. وعلى البركه، شايفك جايبها. الهوكي بكم تلعبونها؟ اللي يلعبونها ب40 وب35؟ لا 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 لا، ترى يلعبونها اخوي ماجد 10 دقائق جيم واحد ب40 و50، وانا ودي عيالي المولات سابقا الان هنا في الدريف سابقا، يعني الان لا 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 هنا الان الساعه كامله ب10 ريال، تلعب لين يدك تعب. يا سلام، ب10 ريال بس. سيات الاحترافيه اللي هنا، عطني تفاصيل العرض. فورتنايت، حياه واقعيه، 5M، كول اوف ديوتي، جميع الالعاب بكل المواصفات الاحترافيه في الجيمنج، الساعه ب10 ريال فقط واقل سعر في المملكه بكل فخر. من اكبر صاله ترفيه تقريبا شرق الرياض، عطنا اللي عندك وتراهم يستاهلون. الشطرنج، الاكس او، اللودو، الالعاب اللي تشوفونها قدامكم باستثناء الجاكارو، كم تتوقع؟ ساعه ب20 ب30 ب10؟ لا، ترى هذه مجانا لمتابعين ماجد، يجون ياخذون الالعاب اللي يبغونها على الجلسات الداخليه او الخارجيه بصفر ريال، يعني ممتاز. يدخل الواحد عندك وياخذ اللعبه اللي تجوز له ما عدا الجكارو، ويجلس على الجلسات الخارجيه والداخليه ومن غير يدفع ولا ريال، اذا حب يشرب شيء او يحلي من الكوفي او على راحته. يا سلام، هذا العرض لكم الى 31 اغسطس. بعيدا على انها صاله ترفيه
وش القسم اللي هنا؟ عندنا كوفي احترافي وباريستا متخصصين، وعندنا كذلك قسم مطعم للمأكولات السريعة بأفضل وأجود الأنواع. أبي أسألك سؤال. أسأل. الأمريكانو اللي هنا؟ الحار والبارد طال عمرك ب3 ريال فقط إلى نهاية أغسطس. الكركديه اللي هنا؟ الكركديه والمشروبات عليها ضمان ذهبي، إذا ما جاز لك رجع فلوسك كاش ورق. تمام؟ من 15 ريال إلى 5 ريال فقط. إلى 5 ريال هذا صالة دريف. طبعا عندهم المنيو متكامل، الحلال، مشروبات، كلش موجود. زي ما ذكرنا الامريكان والبارد او الحار ب3 ريال، الكركديه ب5 ريال، عندهم الوافل، البانكيك، المشروبات، الموهيتو. بالمختصر يقولون دريفت في ركن الكافي اللي عندهم اي شيء ما يجوز لك لا تحاسب عليه تماما. يعني ما شاء الله هذول الان في غرفه خاصه يلعبون بلاي ستيشن، فيفا، ويلعبون بلوت، ويلعبون جيكارو، وايضا ابريك شاي، وكله ب35. الكل مستمتع يا ابو ابراهيم، يستمتعون في الدريفت ويخلصون يستمتعون في وجهه الكلام. يا سلام، توكلنا.